صاحب الاتفاقيه اللي وقعتي مع الحكومه، هناك مجموعه من النقاط اعتقد ان هناك الحق في الاضراب اللي هو الان غادي يجي للبرلمان. كيفاش هي النظره ديال الكونفدراليه في هذا المشروع القانون؟ جميع دساتير المملكه منذ 1962 دستور الى يومنا هذا كلها نصات على الحق في الإضراب بالنسبة للأجير، إلا أنه ربطته بصدور قانون تنظيمي اللي غادي يوضح يعني الممارسة ديال قانون الإضراب، وغادي يحفظ بالطبع الحقوق ديال الأجير ويحفظ الحقوق ديال رب العمل وكذلك الممتلكات إلى آخره، يعني في الحقيقة غادي يحفظ يعني الشغل، هذا هو اللي كيهمنا. إلا أنه منذ 1962 إلى يومنا هذا يعني 56 سنة لم يصدر أي نص تنظيمي وبالتالي ديال قانون الإضراب، وبالتالي بقت فوضى عارمة فهمتيني في سوق الشغل، واللي بالطبع أنها كان عندها وقع كبير على العلاقات التعاقدية وعلى الشفافية ديال سوق العمل، مما أثر كذلك في وحنا بغينا نكرسوا المغرب كوجهة مفضلة ديال 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 الاستثمارات الخارجية، فخلت ان المستثمرين يعني كيشوفوا بان مناخ الاعمال في المغرب خاصو هذا القانون التنظيمي من اجل انه فريمون نكرسوا المغرب كما قلت كوجهة مفضلة. هذا مشروع القانون واش غادي ينزل دابا لان البرلمان ولا اليوم المشروع ديال القانون التنظيمي ان الحكومة وضعاته رهنا في المساطر المصادقة، يعني اليوم راه موجود في مجلس النواب، الا انه كيكون حاله يعني تجميد الان مجمد لان نقابات، وهذا الشيء اتفقنا عليه في اليوم الخميس الماضي عند رئيس الحكومه في الحوار الاجتماعي، بان النقابات انها تفضل انها بالموازاه مع المصادقه مع بالطبع مع النقاشات اللي غتكون في لجنه مجلس النواب ومن بعد الاحاله ديالو على مجلس المستشارين، انه بالموازاه لهذه المساله سوف يتم التشاور عليه في المؤسسات ديال الحوار الاجتماعي اللي نص عليها هذا الاتفاق المهم ديال الخميس الماضي حول اتفاق الاجتماعي ديال المركزيات النقابيه والاتحاد العام لمقاولة المغرب. الحكومه عندكم بين النقابات شنو هو النقاط اللي هي نقاط اللي حنا اليوم غادي نرجعوا للتشاور حتى ربما المقاربه بما ان احنا دابا كاين في اطار تفاهم وفي اطار يعني حنا ثبتنا اليوم بانه احنا قادرين نجلسوا على طاوله واحده مع النقابات ومع الحكومه وارباب العمل انه نبدي صياغ جديده وتعاقدات كبرى، لان هذه من التعاقدات الكبرى اللي نص عليها الخطاب ديال صاحب الجلاله هذه سنتين. غير نقطة الخلاف مثلا، عطينا غير شي نقطة اللي ما كاين نقطة الخلاف لا والو، كاين منا توضيح ديال حق الممارسة ديال الإضراب، فبالطبع أنه اليوم كاين الفصل 208 هذا هو الخلاف، كاين الفصل 288 ديال القانون الجنائي اللي بالطبع كنستعملوه اليوم أرباب العمل كيستعملوه مني كتكون منا مصادرة حرية حق العمل، يعني حنا كنقولوا كاين حق الإضراب وكاين حق العمل، فمني كتصادر حرية حق العمل فبالطبع أن القاضي أو الوكلاء العامين كنستعملوا حنا هذا الفصل. اليوم النقابات حتى هي كتشوف بأن هذا الفصل مجحف، لأن حنا ما عندناش غيره من أجل حماية الشغل وحماية مقرات العمل إلى آخره، فبالطبع أن النقابات كتشوف بأنه خص هذاك القانون 188 الفصل 200 ديال القانون الماده الجديده ديال القانون الجنائي انه خصو يتعدل. حنا كنقولوا ما نقدروا نمسوا هذاك الفصل الا توضحات الشروط ديال ممارسه حق الاضراب، لان الا توضحات فنحن لسنا بحاجه الى القانون الجنائي، لان احنا الغرض ديالنا ماشي هو متابعه الاجراء. بالطبع احنا اجراء بطبيعه الحال، احنا كفيدراليه عندنا موقف واضح من الاتفاق الاجتماعي لاعتبارين اساسيين. الاعتبار الاول ان الاتفاق لا يلبي الحد الادنى لمطالب الشغيله. المساله الثانيه ان الاتفاق لا يخلق سلم وانفراج اجتماعي، وذلك اعتمادا على ان الزياده في الاجور لا تساوي حتى الاقتطاعات التي تمت لصالح الصندوق المغربي للتقاعد. القضايا الاخرى والتشريعات الاجتماعيه المتعلقه بالحقوق والحريات النقابيه لا اثر لها في الاتفاق الاجتماعي، وخاصة اتفاق 26 أبريل 2011، وكذلك القضايا الكبرى الأساسية مثل التعليم والصحة واللي فيها احتجاجات واللي فيها توتر كبير لا مخرج لها في الاتفاق الاجتماعي. هو فاتح ما هو ميدان مجال للنضال وللتعبير على مواقفه، أنتم تتقاطعوه. لهذا السبب احنا قمنا بمسيرة احتجاجية وطنية يوم 28 أبريل بالأمس الأحد، باش نقولوا احنا كنحتجوا
وفاتح ماي مقاطعة بمنطق احتجاجي وليس بمنطق الهروب أو شي حاجة من هذا القبيل. احنا عبرنا على أن قادرين نزعوا للساحة ونزلنا يوم 28 أبريل ودرنا مسيرة احتجاجية وطنية كبيرة، ولكن كنقولوا فاتح ماي هو للاحتفال للفرح، ولكن بالنسبة لفاتح ماي ليس هناك ما يدعو للاحتفال وليس هناك ما يدعو للفرح. سيدة خديجة الزومي، الاتحاد العام للشغالين المغرب يهيئ منذ اليوم احتفال بفاتح ماي، ما هي هذه التهيئات؟ طبعا استعدادات قائمة في كل الأقاليم لمناسبة فاتح ماي، وكما تعلمون هذا عيد وطني وأممي وعمالي بامتياز، فجميع الفئات العمالية والشغيلة بكل فئاتها قطاع عام وخاص فإنها تأخذ أو تجعل من فاتح ماي محطة لترسيخ المطالب ديالها بشكل آخر. اما مثلا كتجبر بزاف ديال مثلا كنهضروا في القطاع الخاص كنجبروا منحه القفه، كتجبر جميع الشركات كيدابزوا على هذه منحه القفه شي وصل لها شي مازال ما وصل، اذا كتحاول انه تقول بان راه واحد اخرين عندهم وحتى حنا عندنا. مثلا النقل، مثلا ترونسبور، كاين ترونسبور اللي مزيان كاين ترونسبور اللي ماشي مزيان، مثلا على ايقاعات الحوادث الاخيره كان ساعه كنسمعوا لواحد الحافلات مهترئه اللي تودي بحياه اكثر من 30 مره 15 مره. اليوم راه كاينه اليوم في اكادير، لا سيما في الضيعات في تارودان في مكناس في, 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 في الغرب، هذا خطير. ارباب العمل يتهمون النقابات على انها هي تعرقل مشروع قانون حول الحق في الاضراب. إيوا الأرباب العمل لهم الحق أن يتهموا أي شخص، ولكن جميع النقابات ذات التمثيلية تقول ما يلي في إطار شفاف بأنه نناقش أي شيء وليس هناك أي طابو لمناقشة قانون الإضراب. فمثلا يريدون أن يكون الإضراب ولكن له الحق أن يأتي بعمال من الخارج للعمل وللإنتاج وللمحافظة على هذا الإنتاج، إذن حين يكون إضراب غير مؤثر على المنتوج فطبعا لن يكون مؤثرا.